دكتور جلال حسين عارف، أستاذ طب الأطفال، وكنت قبل كده رئيس القسم، وكنت وكيل كلية الطب لشؤون الطلاب، وحاليا إميريتس بروفيسور أو أستاذ على المعاش بقى زي ما بيسموه. طبعا الأطفال بتخاف من طبيب الأطفال بسبب الحقن وبسبب الأمهات اللي بيخوفوهم، دايما يخوفوهم من العسكري ولا البوليس ودكتور الأطفال والحقن. فيجب طبعا إن الأمهات تتلافى تماما الكلام عن الموضوع ده، لأن سواء البوليس أو الطبيب أصدقاء للطفل، ما هماش أعداء له، فما تخوفوش بحاجات مش معقولة. دي أول حاجة. تاني حاجة، الطعم اللي بالبق ده طعمه حلو، فما فيش منه مشكلة، افتح بقك وخد نقطتين زي طعم الشلل، او افتح بقك وخد نص سنتي او سنتي زي طعم الروتا فيروس بتاع الاسهال. اما الحقن بقى فطبعا لازم الطفل هيخاف منها اكيد، اما يشوف حتى المنظر الحقنة بيخاف، لكن نطمنه ونقول له ان مش هتوجع وان السن ده صغير قوي. وبعدين نمسح الاول بالكحول الحته اللي هندي فيها الحقنه، والسن يكون رفيع بقدر الامكان، وندي الحقنه بسرعه جامده عشان خاطر الطفل ما يحسش بالشكه بتاعت بعد السنتين الاولانيين نقدر نتفاهم مع الطفل واوريه الحقنه واقول له دي كذا وما بتوجعش وما تبصش وعد من 1 لـ5، وفي الفتره دي هتكون الحقنه اتخذت ومحسش بيها ان شاء الله.